البرلمان اليوناني يتبنى الإجراءات التي طالب بها الدائنون بأغلبية ضئيلة، وهي خطوة ضرورية للحصول على المزيد من الدعم المالي. الإجراءات التي تبناها البرلمان اليوناني شملت تخفيض المعاشات ورفع سن التقاعد وزيادة عقوبة التهرب الضريبي وتحرير سوق الطاقة. البنك الدولي يحث إفريقيا على المضي قدما بخطط تطوير شبكات النقل والطاقة بالقارة على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. شركة صينية إلى جانب بنك التصدير والاستيراد الصيني تريد بناء وتمويل خط للقطارات فائقة السرعة بكاليفورنيا.